وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا أردنا أيها الإخوة أن نكون صالحين مصلحين فلنبدأ بأنفسنا بأن نربطها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير فهم، بفهم الأخيار، بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لننقل ذلك إلى بيوتنا، إلى زوجاتنا، إلى أبنائنا، إلى بناتنا، نعلمهم الحرص على حفظ كلام الله سبحانه وتعالى، والحرص على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، والحرص على العمل بما في كتاب الله عز وجل، وأن نكون في ذلك على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإذا بنينا أسرتنا على هذا المنهج الرشيد، اجتمعت الأسر على هذا الخير، فتسعد البلاد، وتصلح البلاد، وتصلح الأحوال بهذا الطريق المستقيم. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا قلوبا سليمة، وأن يصلح قلوبنا بكلامه سبحانه وتعالى، وأن يجعل قلوبنا خاشعة له، منيبة له، موحدة له سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وأن يجعلنا رحمة على المؤمنين ورحمة على البلاد والبلاد. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. Yuk jadi bagian dari dakwah Najiyah TV. Dukung operasional dan sewa satelit Najiyah TV. Raih keberkahan dan pahala amal jariah yang terus mengalir tiada henti.